βιολική μεταμόρφωση ματιού είναι μονοπόλιο. Υπάρχει ελπίδα να πετύχει. هاي اتفضل يا ابني ما تدخل. هاي جدا جدا هاي جدا 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 ايه رايك بقى يا معلم؟ ودي فيها رايي انا فيهم بتاعتي رص. الله عسل عسل. ماشي سيبك بقى تاخد راحتك خالص يا معلم. ايه ده بجد؟ يا ابني كلمنا انا. ايه ده بجد؟ هو الصاحب ليه عامل صاحبه ايه؟ ايه؟ عيش. الله الله الله. فين يا ابني مختفي طول النهار؟ بعط ايه مش باين ولا ايه؟ ماشي يا عم. طب بقول لك احنا نازلين نكمل السهره بره. مالكش الشغل؟ لا يا عم، الموضوع ده محتاج استعدادات وحاجات كده انت فاهمها. وانا صاحي من بدري وحلمي مهدود طول النهار. ما رضيتش يعني ان اخوك يتاخد عنه فكره غلط بالزور. ماشي. ملحوقه. ده اذا رجعت بقى من مصر قريب ان شاء الله. ليه انت مسافر امتى؟ بعد بكره خلاص. بالسرعه دي؟ انا بيني وبينك يا سالم موضوع الضمانهولي شكله مطول يعني. وانا لحد دلوقتي ما قفشتش لقمه حلوه واحده عشانها. اخاف اقعد شويه كمان الاقي سياده اللواء في مصر جاب حد غيري، ابقى لا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن. لا ده انت عايز لك قعده بقى. طب انا هنزل اسهر واعدي عليك وانا راجع، لو صاحي نرغي شويه. اطبخ. سلام. كوه. يا شلوم بقول لك ايه، الواد مسافر بعد بكره، اعمل ايه؟ روم سيرفيس؟ نو رونج نمبر. مين اللي كان بيتصل ده؟ نمبر غلط. انت رحتي فين؟ يس اي ونت 1 تي. ثانك يو. خديجة أهلا يا حبيبتي، تعالي. ماما بخير؟ آه مامي كويس. تعالي، أنا بس مش عايزة أكون بعمل لك أي إزعاج. أبدا يا حبيبتي ما فيش إزعاج، أنا بس عايزة أطمن منك وأعرف عايزة إيه. ما تقوليليش إنك جاية في الوقت ده تزوريني بس. لا أنا ومامي بس كنا قلقانين شوية ومش فاهمين أي حاجة خالص من المحامي، فقلنا يعني إن ممكن تقدري تلاقي طريقة عشان تتوسطي لنا عند اصحابك يعني المسؤولين عشان بابي. انا بعمل اللي بقدر عليه، بس ما كانش في داعي تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا، كان ممكن تقولي لي الكلام ده على التليفون. سوري لو كنت ازعجتك. ابدا يا حبيبتي مفيش ازعاج، انا بس قلقانة عليكي تخرجي لوحدك في الوقت ده. ولا عمر مستنيكي بره عشان يوصلك؟ عمر؟ الو؟ اوكي ويت. مستر سليم؟ الو؟ ايه روس؟ طب يلا جاي لك حالا. كم؟ Thank you.
بتشاور ليه؟ ده نايم ومش هيصحى قبل ست ساعات. حلمك. يلا بقى. بوسه بقى، بوسه بوسه بوسه. انا مش عارف اشكرك ازاي حبيبي. شغلنا ما فيهوش شكر، شغلنا بيزنس از بيزنس، ماني توكس، فلوس وبس. بلبتين ماشي يا ستي. بس بقولك ايه، الليله دي بيني وبينك زي ما اتفقنا، داني ما يعرفش عنها اي حاجه. شغلك يا لذيذ الولد يا شلومو. يا عم قلت الحقك قبل ما تنام، نقعد بقى ندردش شويه كده. ايوه 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 اتمحك فيا يا اخويا. تلاقي الليله باظت والبت فرطت منك. يا عم انت نسوانين على قفا من يشيل، واحنا لسه العمر قدامنا. المهم انت ايه حكايه سفرك اللي جت فجاه دي؟ ده انا كنت لسه هكلم الراجل اللي انا شغال معاه عشان اشوف لك مصلحه معاه. حلاوتك، حلاوتك يا ابو الرجوله. لا بالحق يا سالم، وانت شغال ايه اصلا؟ ايه ده؟ هو انت كل ده لسه ما تعرفش؟ مندوب مبيعات. ايوه يعني ببيع ايه يعني؟ ما هو انت لو ناوي تفضل قاعد انا هقول لك، عشان ساعتها الاقاله هتبقى ليها معنى. لكن دلوقتي لو سافرت هقول لك ليه يعني؟ هحسرك على الفاضي؟ لا، لو اللقمه حلوه ارد تاني. تتكلم بجد؟ انت اللي بتتكلم بجد. يعني لو اللقمه حلوه وهتنطرني نطره حلوه لفوق يبقى ارد تاني. نطره حلوه لفوق ازاي يعني؟ عايز توصل لايه؟ يا عم اخلص بقى، وحتى ابوك، وحتى ابوك يا سالم. ايه المصلحه دي؟ هقول لك، بس وانا بجيبك من ايدك من على باب المطار وانت راجع لنا بالسلامه. ماشي، بشوقك يا عم الغامض.